نحن أربعة إخوان نعيش مع والدتنا في بيت واحد. أبونا متوفى، وقبل أن يتوفى أبونا زوج منا اثنين وبقي اثنان بدون زواج حتى الآن بسبب سوء الحالة الاقتصادية وبسبب ارتفاع الأسعار. ذهب واحد من الاثنين الغير متزوجين للعمل في الخارج ورجع بمبلغ من المال، وقال لأخيه الآخر: خذ أنت هذا المبلغ وتزوج به، وأنا سيؤجل زواجي الآن. وحدث ذلك بالفعل، وبعد مدة سنين طلب منا الأخ الرابع الزواج، ولكن للأسف المبلغ الذي معه لم يكمل مصاريف الزواج. والسؤال هنا: من الذي يساعد الأخ الرابع ماديا في زواجه؟ الإخوة الثلاثة الذين يعيش معهم في بيت واحد، أم الأخ الذي تزوج قريبا والذي أعطاه أخوه المبلغ فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن تزويج الأولاد يجب على أبيهم إذا كانوا لا يستطيعون تزوج بأنفسهم، لأن هذا من النفقة الواجبة عليه، فمن زوجه منهم في حياته فإن هذا يعتبر من الواجب على الأب تابعا للنفقة الواجبة عليه نحو أبنائه. أما بعد وفاته فإن كل واحد من الأبناء يزوج نفسه، إما من ميراثه إن كان له ميراث من أبيه، وإما من كسبه، وليس له حق واجب على إخوانه إلا إذا كان لا يستطيع التكسب وليس عنده مال ويخشى عليه من الفتنة، فإنه يجب على من تجب نفقته عليه أن يزوجه إعفافا له. أما إذا كان له مال من ميراث أو من تكسب أو هو يستطيع التكسب وتحصيل نفقة الزواج وغيره، فإنه لا يجب على إخوانه أن يزوجه إلا من باب التبرع والإحسان. جزاكم الله خيرا.